اليوم؟ كما اليوم من كل عام في 10 أكتوبر العالم يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية بهدف إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية عند الأفراد والمجتمعات، والغرض من هذا اليوم هو إجراء حوارات أكثر انفتاحا بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية في بلدان العالم. شعار هذا العام 2024 في اليوم العالمي للصحة النفسية يتمحور حول إبراز السيلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل، ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية. في المقابل يمكن أن تشكل الظروف الغير الصحية وظروف العمل المتردية مخاطر تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام، ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل. من الأهداف الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر العمل ودعم الصحة النفسية. من الضروري أن يتعاون أصحاب العمل والمنظمات والمسؤولين عن صحة العاملين والحكومات على تحسين الصحة النفسية في مكان العمل. كما اليوم.